السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم ما بعد. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ده كده ما شاء الله البط بتاعنا، البط الجعلية بتاعنا بعد 35 يوم بالظبط ما جبناه. أنا فاكر كان أول فيديو كان لينا كان يوم 31/5، فكده كده ما شاء الله بعد 35 يوم بالظبط. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله شكله عامل إزاي. تعالوا بس كده إحنا طبعا شايفين الماية اللي هم قاعدين فيها. أنا كنت الأول حاططهم في الأوضة اللي تحت، فاكرين لما كانوا في الاوضه اللي تحت لما ربيتهم فيها؟ خلاص بقى طلعتهم، نزلت الرومي في الاوضه اللي تحت، خلاص الرومي كده مش بيعين الدنيا، فقلت اطلع دورات عشان خاطر الميه اللي بيحبوا يبقوا غطسانين فيها. الجو كان حر جدا والصراحه خفت ان الطير يبقى فيه مشكله او كده، فطلعتهم وحطيت لهم بقى تشط الميه، وزي ما انتم شايفين كده غطسانين ازاي. يعني هم فعلا من الطيور اللي بتحب الميه جدا، وخصوصا البط النوع ده، من النوع ده بيحب الميه بيعشق الميه. فتعالوا كده بس نحط لهم الاكل بتاعهم ونرجع تاني مع بعض نتكلم ان شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين كده ايه الاكل ده. الاكل ده بواقي اكلة سمك كبيرة، بواقي اكل سمك على بقية اكل البيت، على شوية رز على كده. هنبدأ بقى كده نحطهم مع بعض. تعالوا بقى نسيبهم ناكل عشان هما كانوا جعانين جدا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله البط ده فعلا ممكن ما يخليكوش تصرفوا اي حاجة خالص. اي بقى اي بيت عندكم، اي بقى اكل اي حاجه خالص عندكم في البيت، جمعوها على بعضيها وحطها لهم. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هم اصلا بيحبوا البواقي دي جدا، وخصوصا لو حاجه كان فيها زفاره وفيها سمك. الناس بس هترجع تقول لي لا عشان خاطر ما يزفرش طعم السمك، مش هيزفر الاكل، مش هيزفر طعمه ولا اي حاجه خالص. وزي ما انتم فاكرين الدوره اللي فاتت خالص اللي ربناها ايام رمضان كنت باكلها بطاطس وسمك بس، وما شاء الله طعمها كان حلو جدا. بس فكل اللي ممكن تعملوه ان انتم مثلا قبل الذبح، مثلا قبل تذبحوا الحاجه بتاعتكم بخمس ايام باسبوع، تبطلوا ممكن اكل الزفاره ولا حاجه، مش اكتر من كده. لكن غير كده ما شاء الله هتلاقوا لحم كويس. السمك ده بالنسبه لهم كده مصدر بروتين ومصدر غذاء ومصدر كالسيوم، حتى بيساعدهم ان هم يقفلوا ريش. هم لسه سنهم صغار جدا، انا كنت اجيبهم عمرهم يومين ثلاث ايام، وبقالهم عندي بالظبط 35 يوم، فبتتكلموا في 38 يوم. وما شاء الله في بط قفل جنابه خالص. زي ما انتم شايفين هم اصلا بيعشقوا حاجه اسمها ميه، يعني هياكلوا ويخشوا يشربوا ويرجعوا تاني وهكذا على نفس الوضع. فبس انا كده حبيت اوريهم لكم ان شاء الله، وبرده هوريكم برده الفتره اللي جايه ونذبح الرومي بقى، اوريكم اوزانه شكله عامل ازاي. فان شاء الله كده نتابع مع بعض الفتره الجايه. وده كان فيديو سريع النهارده، طبعا انتوا سامعين صوت الرومي من هنا ما شاء الله صوته بيبقى عالي جدا، وعايز اقول لكم مصدر ازعاج رهيب، يعني فعلا مصدر ازعاج رهيب جدا، بيعملوا دوشه رهيبه. فكده ان شاء الله ده كده كان فيديو سريع، حبيت اوريكم البط وصلت فيه ايه. ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم. زي ما الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات حتى يسيبكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.